احنا قبل شهر ونص نبدي نجهز المواد، تنزل المواد نعرضها، نبدي نعرض عمود، يجي زبون هم يشوف العالم تباوع وتناظر انه تبدي تشتري. العالم تبدي تشتري قبل شهر، اكو ناس قبل شهر ونص تجي قبل الازدحام. وهاي المواد اشكال والوان، احنا المواد عندنا الاقلام، الرصاص، الجاف، اشكال بمواد اشكال والوان، يعني بان مدارس، سجلات، شنو مستلزمات المدارس كلها موجوده عندنا. كم المناشئ اللي تجهز من عندها؟ هو اكثر شيء هو الصيني واللبناني والمصري، هن هذن اللي شو، العراقي همين موجود. ممكن الاسعار يعني كل من ونوعيته، يعني كل من منشئه ماله، اكو من اكو سجل حتى ب 1500، واكو ب 2000، واكو 2500، كل من على نوعيه الورق. بس الاقبال يعني بعده ضعيف، يعني اكو عالم جاي يشتري يقول لك احنا نجي قبل الازدحام، يجي يشتري على راحته، يجي الزبون يطوب يشتري براحته يقول لك قبل الازدحام. ورا الأربعين صار عندنا إقبال على الزي المدرسي، وأيضا مو بس الزي المدارس، أيضا الزي الجامعي صار إقبال كلش كلش كبير. حاليا المتوفر وعليه إقبال أزيد هو الصداري والقمصان، اللي صاير عليه إقبال وتزايد أكثر. شو المناشئ الملابس المدرسية؟ حاليا مناشئ الملابس المدرسية كلها تركي، القماش يجي إيطالي بس التصنيع من خلال تركيا. هي الموديلات، اكو موديلات من تصميمنا الخاص، واكو موديلات خاصه بالمدارس. مثلا هسه اكو مدارس عامه، مدارس حكوميه او اهليه تطلب من عندنا فد زي محدد، واحنا نفصله لها بتركينا. احنا اسعارنا مناسبه لان نراعي ظروف وطبقات المجتمع عامه، يعني احنا الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره اغلب زبائننا من عندها. عندي بالجامعه وعندي بالابتدائيه والمتوسطه. حلوه والله الموديلات السنه، كلش حلوه الموديلات، كل سنه تتغير بس حلوه. اكو موديلات يعني تناسب اذواق الجميع. انت من تجين للسوق تبين تسوين للمدرسه، بالك منشأ معين، موديل معين، لو انت تفترين تباوعين وبعدين تختارين؟ لا لا، هو اكيد ببالي فشي معين، اكيد يعني جايه على فشي معين وذوق معين، ونفتر همينا ونشوف يعني شنو اكو جديد. هم تتابعين عن طريق الانستغرام لو تجين؟ انا لا ما يعني افتر بالسوق، بس عندي بناتي لا عندهم صفحات، هم يوصوني مرات يجون وياي زين، بس انا لا ما اتابع، انا اريد اشوف يعني مباشره يعني مباشرة. الموديلات اي والخامه والهاي تفرق عن الصوره. صحيح. اي انا مو من النوع اللي اتسوق يعني من النت لو هاي، لا اجي واشوف يعني شنو رايش بالاسعار هالسنه. لا زين تناسب الجميع، يعني تناسب، اكو اسعار غاليه طبعا، انما يعني نجي للمكانات اللي نشوف اسعارها مناسبه يعني نقدر بس يعني العموم زينه لحد الان زينه يعني. كل موديلات حلوه، كلها حلوه، بس تبقى الاسعار شنو؟ الاسعار شويه يعني الناس اكو ناس فقراء ما عندها، اكو ناس حالتها شويه تعبانه، فانا شو نريد شويه يخفضونا بالاسعار. فأكو ناس ما تقدر، أظن أنا أقدر على الأسعار اللي أشتريهن، بس أكو واحد ما تقدر، قد ما ينزل الدولار فالأسعار تنزل، لأن كله هو الملابس ولاي كله على الدولار. كل سنة تنزل موديلات جديدة، بس أغلب هسه اللي المدارس الأهلية قاموا يسوون موديلات مختلفة، يعني حتى ما نلقاها بالتجارة. إحنا مسواقنا كله من تركيا، جاي يجينا بس ما جاي يلحق إنه نفصل، لازم تفصل. ايوه وانتو تعرفون انه لازم بتركيا نفصل لان هنا ماكو مشاغل كثيره بالعراق، كله تركي ملابسنا. والله حاليا ضعف السوق مو مثل قبل، قبل كان الدولار نازل كان على 120، كانت البضاعه كلها بيها يعني رخص، هسه من صعد الدولار على 150 صعبت علينا، عوائل كثيره ما جاي تقدر تشتري، وهسه اللي تغلب على السوق كله الصيني، يعني قماشه مو صح، وباول غسته يخرب، بس شي رخيص الناس صار عليه اقبال. والله هواي هواي جديد، يعني سنة عن سنة احنا جاي الجنط يعني جاي يطورون بيهن، كان الجنط مو 3D هسه 3D، كان الجنط قطعة واحدة هسه ام العربانة جاي تجي 3 قطع، هم وياها محفظة وهم وياها حافظة مع الطعام. شلون الأسعار؟ الأسعار والله مو غالية، يعني 10 5 15 20، أكثر جنطة عندنا 3 قطع هاي مو التايرات 20,000 سعر، يعني من تقريبا من خلصة الزيارة مال الأربعينية بدأ الإقبال عليها. والله اكثر شيء صيني، احنا عندنا تركي وصيني، بس التركي عندنا بس شيء غالي، بس اكثر شيء صيني هو الماشي بالسوق، حتى الالعاب عندنا صيني، مساحات، قطاطات، مساطر، دفاتر، بنواحه، سجلات، هالسنه نزل لبناني، نزل تركي،
نزل عراقي وهو الدرجة الأولى، الورقة مالته تجي ملونة وبيضة، أحسن من الصيني، أحسن من اللبناني، أحسن من السوري، أحسن من الإيراني. هاي أول سنة ينزل؟ لا العام هم نزلناه. أي بس السنة صار عليه إقبال. الورقة مال يعني أبو المية يطلع ليش بلفين 2.5 وأبو الميتين بثلاثة 3.5، مو ذاك الغلة. بس الصيني لا، الصيني بلف وبلف ونص وبلفين. عندي أربعة. نعم الله يحفظهم. اثنين بالكلية وبنية إعدادية وابن الصغير حمودي بالابتدائية بالثالث. بدت طلبات ولو بعد؟ والله بدت وراح الشيبنا. والله ما أقدر أشتري لهم دفعة واحدة، لأن قبل إحنا شغلاتنا كلها مجانية، المساحات والقطاطات والدفاتر والكتب، هسه كلها على عاتق الأب، كله هو يشتري. أكيد هسه بالموسم راح يرتفع، يرفعونه، أكيد يجيبونه من الخارج يشترونه بالدولار، فالدولار أكيد إلى تأثيره القوي. Thank you.